Thank you.
مولاي الشريف المقبرة المريمية هذه قراءة المغربية أصيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فضلوا معي يا سيدي ولا يحيطون بشيء فضلوا معي هذه المقبرة المارينية وهذه القراءة المغربية الأصيلة فضلوا معي هو نور للعباد كالنور الذي يعلو وجوهكم ورفعة لأهله وحملته. من أهله يا شيخ؟ وقال أحدهم ومن أهله؟ هم أهل خشية الله ومخافته وأرباب تعظيمه ومباركته، هم أنتم طلبة العلم، لهذا أحثكم على طلب العلم والتحصن به من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالعالم كما تعرفوا ماشي بحال الجاهل، العالم كتكون عنده المكانة ديالو بالناس وبالخطب وبالبلدان، فين ما مشى الناس كتحتارمو وكتقدرو وكتعطيه المكانة اللي كتطيق به. فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان، فبالعلم ترتقي الأمم وتسود القيم وتشيد الحضارات والمعالم والممالك. يقول عز وجل في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. قال العلماء ولم يقل الجاهلين أو السفهاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم كذلك: إني أعلمكم بالله وإني أشدكم له خشية. لهذا فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتحصنوا بالعلم في رحلتكم الطويلة والشاقة. Thank you.
أربعين. مرحبا بكم سيدي الياتي. مرحبا بكم. مرحبا بكم معنا اليوم بعد سلطان أبي حسن المريني. جوج الناس اللي كيعجبهم يجيو لهذا المكان. ليسانتي بنو خاطري. وأبي عبد الله بنو بطوطة. الأول كان كيحفظ على الخلوة في الشارع، والثاني فضل بني مريم كتب كتاب تحفة النظار وغرائب الأمصار وعجائب الأصفار. قراو الناس وعرف الانتشار. وحنا الآن قدام بنو بطوطة اللي دار أول رحلة ديالو في عهد بني مريم. كيف ما كتشوفوا الآن حنا في الحقبة ديال السلطان أبي الحسن المريني. ومراته لا نجم صبحا باب الأصول الرومية اللي كانت تجمع بيناتهم قصة حب كبيرة. هي كانت جارية رومية وبثلاث ديانة ديالها من المسيحية للإسلام. بطبيعة الحال زوجها مولاي السلطان وولدات له مولاي السلطان أبي عينان. شال يا سيدي مرعى الزمان ونتيجة الهمم ومشمخ الأنوف ذوات الشمال وعنوان البر الديان، حيث الحسنات المكتتبة والأوقاف المتبعة والقباب كأنها أزهار موجودة بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. وطلال حسن المثل في الاشتهار، وهي على الجملة من غيرها أفق، ومغارمها لاحترام ملوك الكرام أرفق. مقبرتها منضدة حجب في الانتظام، معدودة بالمدافن العظام، وتتأتى بها للعبادات الخلوة، وتوجد عندها للهموم السلوى. جميل جميل. وانت يا ابن بطوطة قولي لنا شنو جابك لشان قط نفوتك يا مولاي ومقط سلطانك من أرض سوس إلى مصرة ليبيا شرقا، ومن رندا إلى تخوم السودان شمالا وجنوبا. بارك الله عليك. جميل. في ليالي كتمت في الهوى بالدجال لولا شموس الغرام، ما لا نجم لتأسي فيها هوى مستقيم سير سعد العطالي. حين لا تنم شيئا أو كما هجم الصبح هجوم الحرس غارت الشهب بلا أو ربما أثرت فينا عيون الماجدين. شمس الضحى، شمس الضحى يا قرة العين وهي نبضة القلب، شمس الضحى يا نوارة كيدير كيدير القلب يقدر على فراقك. نخاف نخاف من عذاب شواقك. درتي بالبحر ونجيك غير نحج بك الله ان شاء الله وانا معك. وحد عيونك وعز من قسم لا نعاس يجي الى منام حتى يرجع محبوبي احمر الخدود مول زين القوار.
وهيل الحي من وادي الغضب وبقلبي مسكن أنت بي قطعا وجدي بكم رحب الفضا لا أبالي شرقه من غربي أحوار المقلة مع سول اللمى جلت في النفس مجال النفس سددت سم خصما إجراما بفؤادي نبلة المفترس حبيت عمرو غيسالي ندم القلب دقي في دق غنسافر غنسافر سلطان دموع عيني صدقاني ولكن والله ما خايفه من الفراق خايفه ما بقيتش عاود نشوفك شمس الضحايا شمس الضحايا نخليك سلطاني خاصني ضروري نمشي نشتراك جادك الغيث إذا الغيث غما يا زمانا شرح الله يزود مقامي مصر غتحتك في العين بصو في الحجاز غيفرشو ليك من الحرير ويقضيك أنا السلطان أبي الحسن المريني ليختك يا سلطان جادك الغيث إذا الغيث غما يا زمانا وصفه الأندلسي لم يكن وصلك إلا حلما تلك روحة المختلس يا زمانا وصفه الأندلسي يا زمانا وصفه الأندلسي بالأندلسي شمس الضحى شمس الضحى كانت عندما كانت كبيرة في قلب مولاي السلطان وكيف ديما كانت رحلة المشرق لقات الإقدار والتجليل والاستحسان ديال كاع المكان اللي زارتهم كون هاد الناس هادو مولاي حسيننا ضيوفنا جاو يزورونا هادو خبابي وبياتي داكشي علاش أنا اللي غادي نودعهم بيدي خليني نطلع